المحافظ صلاح الدين يشارك بأعمال لجنة إعداد الموازنة الاتحادية ويؤكد أهمية منح تخصيصات إضافية لإعمار المناطق المدمرة. اتفاق على تمتين قنوات التواصل وتقديم المصلحة الوطنية بين حكومة صلاح الدين ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية. الرئيس الفرنسي في بغداد لتجديد التعاون المشترك ضد الإرهاب وتفعيل الشراكة السياسية لتعزيز الاستقرار واحترام السيادة. المغيبون والمفقودون يعودون إلى واجهة الحدث المحلي والدولي، وتحذيرات في العراق من استهداف كورونا لـ80% من المواطنين.